هل من حسن العشرة أن يتكلم الزوج بهذا الكلام؟ يقول أخذنا، يقول لزوجتي عندما أرجع اليوم من البيت، يقول أخذنا ولله الحمد كتاب النكاح وفيه التعدد، والتعدد فيه كذا وكذا وكذا. لا، هذا ليس من العشرة بالمعروف أن يخاطبه بهذا. حتى والله جاءني أحد الطلاب، كنا نشرح في نواقض الإسلام، فجاءني بعد الدرس وقال من نواقض الإسلام من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به كفر. زوجتي تبغض التعدد، وكم أحدثها وأذكرها بالأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف وهي ما تريد التعدد. قلت له ما معنى هذا؟ يعني تريد أنها يعني كافرة وانتهى الأمر؟ هي ما تبغض الحكم، هي مقرة بالحكم، لكن من الغيرة على الزوج أنها ما تريد هذا الكلام. ولماذا تذكر لها في كل يوم؟ هذا من سوء العشرة. صحيح، هل صنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع زوجاته؟ لا. ثم في الغالب الذي يذكر هذا الكلام لا يتزوج، فقط يؤذي الزوجة وغير هذا، يعني ما أريد أن نخوض في غير هذا.